اليوم اللي مرت عليها بيعملوا توزيعات العيد. فرجينا كيف تعملوا. اول شيء هيك هي بتكون بتقولوا كيف رح تعملوا مربعه. لما بتعملوا هيك هون في ارقام، تحطوا اول رقم واحد، رقم اثنين، ثلاثة، اخر شيء اربعة، بتنزلوه لتحت هيك. بتصير هيك. وهي كمان بتعملوا هيك بتدخلوها وبتعملوا ربطة. انا ما بتلاقي. ايوه ممكن. هاي الاعلام اللي عنا كثير منهم نستنى نحطهم بالبيت. نروح على كوفنتي نصلي، والصغار رح يروحوا على ساحتنا، المستر تبعاتي رح يعطوها رجوع. انا كلها قلت لها يمكن. هلا ليمار هيك عم بتعمل التوزيعات. كل هدول انا عملتهم فيهم تنتين. انا هاي توتي هيك عم تعمل كمان. متحمسين للعيد؟ طبعا احنا نعطيها للجيران قال لهم عيد مبارك. نوزعهم بالمدرسه كمان لما بنروح صلاه العيد. لما نوزع للجيران قال لهم عيد مبارك. ما 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 واليوم عرفة بكون قبل السنة قبل كل الذنوب بتروح لما تصوموا، واللي بعدها كمان يعني 2024 كمان بيبطل بالذنوب. السنة أقصى، سنة قبلها وسنة بعدها وسنة أقصى. كتير حلو هذا. هاي اللي مارا بتقلكم ثواب صوم عرفة، يعني كتير كتير ثواب. أنا مو صايمة، الصغار ما بصوموا بس يكبروا بصوموا. عاد بتقدر تصوم صيام عرفة كثير. أصيام صوصة. هلا هيك صار شكل التوزيعات. واو كثير حلو. تخيلوا انتوا الاقيكم هون. ماما قال لك هو البستان؟ اكيد رح نشوف متابعين، انا وين ما بنروح بنشوف متابعين كثير. حتى بالمدرسه في عندي كثير متابعين بيعرفوني. هلا احنا عملنا تجهيزات عيد الاضحى، عيد مبارك، اليوم نحن عم نصور بعيد الاضحى. هيك عنا التوزيعات رح يوزعون مرة تالية بالعيد. وطبعا كثير متحمسة انه حنروح على المدرسة ونصلي صلاة العيد ونوزع كمان. انتي متحمسة؟ بتغزل. ورجينا اللبس تبعك. واو ورجينا قصيد. واو نمورة كثير حلوين. الله اكبر. كانت وزع التوزيعات. فجبت لمورة سيد. هاي هي التي تكون تفضل. وهي التي تكون في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على النهر تفضل. وزع الأطفال هون. خلصوا؟ أعطيه أهلا أستاذ. يلا تعال. Thank you.
عيلة فنية هاي مليكة نفس شعرها. طلع بقى شوفي على المرايه اول. هلا دور توتة. العب يلا دوري. شوف ساري واو توتي زنة. ما تهز ده ما تهز ده هيك تبعك خاف هاري هن العاب 50 سيد في العاب اوكي اول شيء لا وسيد ترى ديناصور وبيقدر يفك ويركب طاليا لليمار ابي لك جبتك في ألعاب ثانية يعني مشتركة هاي ألعاب الدكتور مين؟ إلك ولا ميمار سوا يا طيب أعطي هاي الهدى وهي ألعاب السحر إلك لمورة فيها أصبعة وأشياء سحر وسيد هاي وسيد هاي إلك كمان زبوك؟ عجبك اللبس؟ سلم سلم علي محمود سيد انا وانا وانا ما يعطي سيد 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 دور العيديات والدور يلا سيد بوسي ده بابا هذه نارين احمد انواع الغطاء توتي ارستي الايدي سيتي استنى الله يرضى عليكم عشان انا اكبر شيء وين جايين؟ على الألعاب بجليل ليمون يلا إذا بدكم تعوا معنا على جليل ليمون سيد باي ما دخلت
في يمكن واحدة للكبار. هلا اللي ما رح تجرب لعبة الحظ ونشوف كم بطاقة رح يطلع لك. يطلع لي قليل، يطلع لي حي، يطلع لي كثير، يطلع لي خمسة.